مش مسجل والله. اه الان سأزل. جزاك الله خير دكتور على الإجابة على السؤال الدوافع. الآن سؤال آخر ربما سيطرق بذهن كل شخص يحب أن يعمل في العمل الإغاثي، هي موضوع التحديات اللي يعني تواجهها في 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 الإقدام على مثل هذه الأعمال، التحديات والصعوبات، قلة الإمكانية، ترغبة الناس، تجد نفسك أمام يعني تدفع في 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 أشياء كثيرة في اتجاه واحد ربما تكون لوحدك، أو فشن هي التحديات والصعوبات العقبات المشاكل اللي تواجه الإنسان في العمل الخيري، خصوصا الشباب المتحمس الآن ربما يحتاج من يعني ينير له الطريق ويعينه ويعطيه بعض الإرشادات في قضية كيفية تأسيس مثل هذه الأعمال الخيرية المباركة. وربما السؤال الآخر اللي سيتبع إن شاء الله هذا السؤال هو قضية كيفية التغلب عليها بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفتح عليك وجزاك الله خير. السؤال له شقين، الشق الأول كيف نبدأ، والشق الثاني كيف نتغلب على العقبات. أما البداية فهي ليست بالصعبة أو مستحيلة، البداية هي جزء من الإيمان. أنت مؤمن أنك تقف في قضية معينة وتساعد الناس اللي محتاجين، كلما زاد عمق إيمانك بأبعاد هذه القضية إنما زاد إصرارك على الاستمرار والتصدي لأبعاد هذه القضية الإنسانية. فأهم حاجة في البداية هو الإيمان بالعمل نفسه، لأن الفكرة أنت من أجلها ستعمل. أنت عايز إيه؟ عايز تعمل مع الأطفال، هيستعمل في التعليم، هيستعمل في تمكين المجتمعات، هيستعمل في الإغاثة، هيستعمل في المياه، هيستعمل في الزراعة، هيستعمل في كل كافة مناحي الحياة. وأنت بتحدد الفكرة التي ستجمع عليها الآخرين. نمرة ثلاثة الصبر. مفيش عمل من غير صبر، مفيش بناء من غير كد وجهد وتعب وصبر. صبر واستبار كذلك. وبعدين العمل لن ينمو في لحظة أو بين عشان مطبح نحار، لأن نكلم الصبر بعد الصبر الوقت. إن أردنا أن نزرع شجر المانجا أن تطرح ثمار المانجا في شهر أو في شهرين، وبرس نطرحها دورتها بعد 5 أو 6 سنوات. لما ننظر للعمل أو الفكرة نحاول نتعجل الثمرة، يبقى احنا لا نستطيع ان نصبر على بداء هذه الثمرة. اما من ناحية المال نتحدث عنه، فالمال سيأتي. سيأتي لمن؟ لمن له رؤية، ومن له جلد، ومن له صبر، ومن له استمرار في العمل، ومن اراد يطور فكرته من فكرة لمشروع لجمعية لمؤسسة. سيأتي المال لمن تعامل مع الناس بالحسن، سيأتي المال لمن كان قلبه متصلا بالله سبحانه وتعالى معتمدا على الله سبحانه وتعالى. عشان نرجع مرة أخرى للإيمان والفكرة الأولية اللي اتكلمنا عنها، يبقى نتكلم عن المال. المال لن يكون عقبة، ولا بد أن نجعل المال دائما هو العقبة الوحيدة أمامنا. لأن احنا رضي عنا الفقراء، ورضي عنا المحتاجين، ورضي عنا المساكين، سيرضى عنا صاحب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فستفتح لنا أبواب السماوات والأرض أبوابها، وسيأتينا الله سبحانه وتعالى من فضل. أمر التحدي الآخر اللي هي الموارد البشرية. كتير جدا من الشباب يتجر من العمل الخيري، أعتقد العمل الخيري لا يعطي المال الكافي للشخص عشان يعيش حياة كريمة. وأعتقد حتى أن التطوع بدون مقابل شيء صعب على النفس. لابد الإنسان يتغلب على هذا الأمر وأن يحتسب لله سبحانه وتعالى في وقت قلت فيه الأموال وقل فيه الرجال والنساء المؤمنين بقضية
الاخر اللي بيواجه الجمعيات حاليا هو الهجمه على العمل الاسلامي من الاعلام ومن الاعلاميين ومن بعض السياسيين. دي لابد ان نتصدى لها، لان العمل الخيري ايضا رساله ليس مهنه فقط. العمل الخيري هو رساله ومهمه ومهنه وحرفه، اربعه مجتمعين مع بعض. لابد ان يكون صاحب الحرفه مهني في ادائه وله رساله وله مهمه يريد ان ينجزها. طبعا التحديات الكبيره اللي بتواجه الشباب في العمل الخيري، وان انت لابد ان تكون صاحب رساله هناك مهمه وهدف تسعى من اجل تحقيقه اثناء عايشك في هذه المعموره قبل ان تلقى ربك. هو صعب على البعض لكن ليس بالصعب على الاخر. العمل الخيري بطل بيواجهه شيء في الاداره بتاعت العمل الخيري، كيف ندير جمعياتنا ولا نجعل هذه الجمعيات حكرا على مجموعه معينه او حكرا على فكر معين او حكرا على فصيل معين او حكرا على جهه معينه. لابد ان نفتح المجتمع ونجعل المجتمع شريكا ومؤازرا ومؤيدا للجمعيه التي تنشأ. دي تحدي اخر نتكلم عنه. العمل الخيري ايضا له تحديات، فاننا لا نسيس العمل الخيري ولا نحزب العمل الخيري ولا ننهى بالعمل الخيري عن قواعده الاصيله له التي تربط المجتمعات ببعضها وتبني المجتمعات وتبني الشعوب وتبني الدول وتبني الحضارات. كل هذه التحديات موجودة لدى الشباب، ولكننا في الوقت هذا الوقت الذي فيه فتن كثيرة علينا أن نشغل الشباب بأعمال مجتمعية يستطيعون أن يجدوا فيها أنفسهم في أي مجال من مجالات الخدمة داخل الوطن، لكي لا يتحول هذا الشباب إلى التطرف والإنعزالية ثم بعد كده ينتهج الأعمال الغير سوية اللي نتحدث عنها ونتحدث عنها الجميع. كل هذه التحديات تجعلنا لابد أن نجد وسيلة لجذب الشباب للعمل. جزء من هذه الوسيلة أن يتنازل الإنسان فيها عن شخصه وشخصيته الاعتبارية من أجل المجتمع. جزء من هذه الوسيلة أن نبني جسور الشراكة بيننا وبين الآخرين لكي يثق الشباب في الجمعيات جميعا، أن يتشاركوا مع بعض، ينسقوا الأعمال بين بعضهم البعض، يتكاملوا في العمل بينهم وبين بعضهم، يكونوا صرحاء ولهم شفافية عالية لكي يواجهوا بها المجتمع. إن أحسنوا يعني شكرناهم، وإن أخطأوا وأعلنوا أنهم أخطأوا وجهناهم وسددنا خطاهم، لكن لا ينأون بالعمل أو بالإنجازات أو بالإخفاقات عن المجتمع. فلا بد يكون مستوى الشفافية واضح ومقبول وملموس لدى الجميع. الشفافية نتكلم عنها، الشراكة، تواصل، تكامل، تنسيق، العمل سوية وبناء الشراكات بيننا وبعض. لأن احنا نريد بعد العمل الخيري أن نضع له قيما، وهو له قيم كبيرة وكثيرة، ثم أن نخرج من خلاله قيادات مجتمعية تستطيع أن تعمل في كافة مجالات المجتمع المختلفة، ثم نخرج من خلاله أطروحات ليس فقط للعمل داخل بلادنا ولكن للعالم كله، ونكون من خلال هذا العمل الحرفي المهني الذي له رسالة ومهمة وهدف رباني نخرج به للعالم لكي نستطيع أن نضيف هذه القيم إلى القيم الإنسانية الدولية التي سعى إلى بنائها الغرب منذ مئات السنين.